طبعا تحية كبيرة، تحية كبيرة للمراسلين القدماء. الدورة دي قديمة يعني، من يعني اللي قبلنا كانوا بيعملوها، بس هي كانت عندنا قبل الملعب هنا. الملاعب النجيلة لما تتعمل كانت الملعب التراب، كان هناك في منطقة اسمها الجورن هنا، ما شاء الله كانت النجوم البلد كلها بتيجي تلعب فيها، ودورة كبيرة. والكابتن جن طبعا كان عميد الحكام بتوع البلد ما شاء الله، كابتن وجدي كبير برضو المنظمين في الدورة، واخد بالها في الدورات دي، وكانت بتلم ناس كتيرة في على مستوى عالي طبعا، وطول عمرها ناجحة ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دورة الرايس الرمضانية دي من أقدم البطولات اللي بتتعمل في تاريخ المنطقة كلها، يعني احنا حتى اللي هي الأكبر جماهيريا زي ما حضرتك شايف، وطبعا الفرق كلها حريصة على المشاركة في البطولة كل سنة، وبتيجي مدعمة يعني الفرق كلها من أول أدوار المجموعات عينها على البطولة. والله احنا بالنسبه لنا هنا الجماهير طبعا بتدي طعم تاني خالص للبطوله. انا حتى كلجنه منظمه احنا بنحاول كل سنه ان احنا نعمل حاجه جديده للجمهور، يعني احنا النهار السنه دي في جوائز يوميه للجماهير، يعني يوميا حوالي مثلا 15 20 جائزه للجماهير يوميا، وزي ما حضرتك شايف الماتشات كلها اثاره وكلها كوره. البحيره مشهوره بكره القدم، عندنا مواهب بجد بجد، بس اللي ينزل يشوف في التراب، احنا حكمنا في التراب، عندنا مواهب صحيح، عايز حد بس يطلعها صنفرها، بس صنفر كده صنفر لعيبه. كلمنا عن دورات الرمضانيه. الدورات الرمضانيه عندنا دورات رمضانيه طول عمرنا في الكوره، بقالي 60 سنه بنحكم لغايه دلوقتي الحمد لله رب العالمين. الكوره هي روحنا، الدورات الرمضانيه هي روحنا، من غير الدورات في رمضان تحس ان رمضان لسه ما جاش. بجد بجد بنشوف الحبايب، بنشوف نجوم، عندنا نجوم منتخب مصر، نجوم منتخب مصر بتيجي تلعب عندنا في اي مكان. الكوره بتعرف الحبيب وكل حاجه. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. طبعا اجواء رمضان بتبقى تختلف عن اي حاجه في بالنسبه لدورات رمضان. طبعا دورات رمضان بتبقى حاجه تانية خالص كل سنه، فبنستناها من الموسم للموسم. يعني ده بقالك قد ايه بتشارك في دورات رمضان؟ بقالي بالظبط اكتر من حوالي 30 سنه في دورات رمضان. والله الدوره الرمضانيه في أرايس دي بقالها سنين، اجيال كتيره مرت على الدوره ديت، وانا واحد من الاجيال ديت، عشت معاهم مثلا اكثر من 30 سنه دلوقتي، وانا بنحضر دورات في أرايس، ودوره فيها نجوم كتيره جدا بتيجي وبنتفرج عليها وبنستمتع بيها. واعتقد ان حضرتك شايف حجم وكميه الجمهور. النهارده السبت كان الجمهور بيبقى قليل، وفعلا النهارده الجمهور قليل عن كل يوم.